يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن المؤمنين بالجنة يتفاوتون في الفضل، فكيف نجمع بين هذا وبين أن المؤمن يأتيه كل ما يتمناه في الجنة؟ فهل إذا تمنى درجة من هو أعلى منه يحصل له ذلك؟ لا، لا يحصل له ذلك، لكن هو ما يرى أن أحدا أسعد منه. الله يلقي في نفسه الراحة والقناعة والنعيم حتى ما يرى أن أحدا أحسن منه. نعم، ما بينهم في الآخرة، ما بينهم تغاب ولا تحاسد، كل مسرور بما هو فيه. نعم.